متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت باردة في المنطقة الشمالية وبالعكس كانت حارة في باقي مناطق المملكة، درجات الحرارة قاربت 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية، بينما كانت ما دون 25 درجة مئوية في المنطقة الشمالية. سوالق الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم كنتيجة لسيطرة لضغط جوي مرتفع في عموم شبه الجزيرة العربية. هذا المرتفع الجوي يعمل على إبقاء هذه الغيوم بعيدة عن عموم منطقة الجزيرة العربية. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تبقى درجات الحرارة منخفضة في المنطقة الشمالية، فيما تبقى مرتفعة في المنطقة الوسطى الشرقية الجنوبية وأيضا الغربية والجنوبية الغربية. تبقى درجات الحرارة تتوزع بهذا الشكل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن هذه الكتل الهوائية الباردة تتحرك تدريجيا وببطء نحو المناطق الجنوبية تحديدا، لتنخفض درجات الحرارة في منطقة حائل والقصيم يوم السبت، ثم تدريجيا تنخفض يوم الأحد بشكل ملموس في العاصمة الرياض وأيضا عموم المنطقة الشرقية حفر الباطن وأيضا الأجزاء الغربية من منطقة حائل والقصيم وأيضا من منطقة الرياض، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الأحد. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. مع عبور هذه الكتلة الهوائية الباردة وتحركها من المناطق الشمالية باتجاه وسط الجزيرة العربية، تنشط الرياح بشكل كبير وملموس في عموم سواحل البحر الأحمر يوم السبت، وبالتالي تعمل هذه الرياح على ارتفاع كبير في الموج في عموم السواحل، تشمل سواحل مدينة جدة خلال يوم السبت. أيضا تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار خلال ساعات ظهيرة يوم السبت، وأيضا خلال ليل السبت على الأحد تعمل على حدوث موجات غبارية وأيضا إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية. تتحرك هذه الرياح والغبار باتجاه الجنوب، باتجاه جنوب منطقة الإحساء، جنوب منطقة الرياض، منطقة الربع الخالي، ثم تصل لاحقا إلى المنطقة الجنوبية الغربية، منطقة نجران وأيضا الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. حتى تسود أجواء مغبرة قليلا، 23 درجة مئوية ملموسة، 22 رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة طقس حار 39 إلى 26، يوم السبت رياح نشطة وأتربة مثارة مع أجواء حارة 39 إلى 19 درجة مئوية. لاحظوا الفرق الحراري الكبير بين ساعات نهار يوم السبت وليل يوم السبت، حوالي 20 درجة مئوية كفرق حراري بين ساعات النهار وساعات الليل. يوم الأحد 29 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى تنخفض لتسجل 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.